كل شخص ضمن وظيفته ضمن اختصاصه قادر يساعد اللي بيلاقي مجال غير شغله عنده وقت صغير يضيعه ولا مواضيع مالية صغيرة طبعا. بسيطة يقدر ينفقها في سبيل أشخاص محتاجين، لأنه نحن بنعرف أنه المرشدين العامة للسجون حقيقة بتهتم بالمساجين الأكثر فقرا. في كتير مساجين، في أشخاص عند المحامين، ولكن الأشخاص اللي هني ما عندن حدا، هذا دور المرشدين العامة. وحضرتكم عم تضيفوا على عمل المرشدية عمل إضافي، عم تخفوا علينا أعباء مالية اللي هي أساس الإشكالية اللي عنا إياها نحن، هي النقص بالمواضيع المالية. حضرتكم عم بتحطوا إيدكم معنا، نحن بنشكركم على هالمبادرة، وربنا يعود عليكم أضعاف وأضعاف بهذا العمل، على صحتكم على عيالكم على شغلكم. كلمة أخيرة ستنا، في شي مشاريع مستقبلية عم تفكروا فيها ككتاب عدل؟ ككتاب عدل نحن طبعا بصدد تنظيم شؤون المهنة أكثر وأكثر، لأنه حتى هالمشاريع اللي عم نقوم فيها عنا الممثل الوحيد للمهنة هو صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل برئاسة الأستاذ عبده. هالصندوق طبعا بضل إذا بدنا نحكي قانونا بتبقى صلاحيته القيام بأعمال التعاضد والتقاعد لكتاب العدل دون رعاية شؤون المهنة ككل، يعني محاولة تنظيمها أو تعاون بين الزملاء أو دخول بمشاريع مساعدات اجتماعية أو إلى ما هنالك، مثل ما عم هلأ نقول نقوم بهالمبادرة. المشروع كان في مشروع قانون، اقتراح قانون بلجنة الإدارة والعدل، هو قيد الدرس حاليا لإنشاء مجلس أعلى للكتاب العدل، وسبق وتحضر له مؤتمر سابقا، وطبعا هلا بنتمنى انه هالقانون يتحول للجنه لمجلس النواب للتصويت وينبت باسرع وقت ممكن، لانه كل ما نظمنا مهنه بهالبلد كل ما ساعدنا اكثر على مساعده الدوله. نحن كلبنانيين على طول بنضل نقول الدوله ما بتعمل، الوزاره ما بتعمل الى اخره، لا، نحن كلنا سوا كمجتمع مدني كل ما تنظمنا وتكتلنا كل ما قدرنا نعطي اكثر نتيجه، مثل ما نقابة المحامين بتعطي أكثر نتيجة فعاليتها مما يكون محامي مستقل عم بيساعد. كمان نحن ككتاب عدل عم نجرب أنه نتضامن مع بعضنا ونساهم أكثر وأكثر ببنيان المجتمع المدني، مش عطول نلقي الملامة على الدولة أو على الوزارة أو إلى ما هنالك، نحن اللي بدنا نبني الدولة كلنا سوا، وخاصة بالمعطيات اللي الله عطانا إياها. أستاذ عبدو المبادر، نعم إذا بتسمح أنا بحب ضيف شغلي على اللي قلته الأستاذ إيراندا. صندوق التعاضد والتقاعد كانت وظيفته بس الاهتمام بموضوع التأمينات الصحية للكتاب العدل، رعاية شؤون المتقاعدين، لم الاشتراكات من الكتاب العدل العاملين، دفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، ورعاية الأمور يعني إلى جانب بعض الأمور الخدمية اللي هي محصورة جدا بالكتاب العدل. صار في نوع من النهضة فينا لو فينا نسميها بدور الصندوق، لما واجهنا بعض المشاكل، بعض إذا فينا نقول الاستحقاقات الداهمة اللي بتمس بالمهنة، تنادينا وتداعينا ككتاب عدل، ووجدنا أنه يجب أن نطور علاقاتنا ببعضنا. الكاتب العدل بالجنوب ما بيعرف الكاتب العدل بالشمال، والكاتب العدل بالبقاع ما بيعرف كاتب عدل بيروت، وكلنا بسبب مهنتنا قاعدين خلف مكاتبنا، مش مثل غير مهن يمكن المحامي بيتنقل أكتر، أما الكاتب العدل ملزم أنه يقعد على كرسته بمكتبه، يعني أكتر شيء بيحكي مع زميله يمكن على التليفون، ما بيعرف له وجهه. عملنا أكتر من مؤتمر وأكتر من اجتماع عام، قربنا التواصل بين الكتاب العدل، صاروا يعرفوا بعضهم. هل بالاجتماع العام مرة واثنين وثلاثة كلفوا الصندوق رعاية شؤون المهنة إلى حين إنشاء المجلس للكتاب العدل؟ يعني هلأ نقوم نحن بتمثيل المهنة واقعا وليس قانونا إلى حين إنشاء مجلس يلي هو يعني بمستوى نقابة لحتى يصير يمثل المهنة قانونا وواقعا. إن شاء الله بوقت قريب، إن شاء الله إن شاء الله إذا الله بيريد. إلى جانب ذلك عملنا ويب سايت، وهلأ صار وقت إطلاقه ببين نشاطات الكاتب العدل، إذا بدك تعرف عنوان كاتب عدل والمعلومات المعلومات، إذا بدك تفوت على
هالسايت لحتى تتعرف على مهنة كتابة العدل وشو هي الأعمال التي يقوم فيها الكاتب العدل. بتقدر تشوفها من خلال هالموقع الإلكتروني، بتشوف النشاطات التي يقوم بها الكتاب العدل، أسماءهم، مراكزهم، وين في كاتب عدل، إذا كنت بمنطقة بدك تعرف وين في أقرب كاتب عدل إذا بدي أعمل أي معاملة، بتقدر تتعرف عليهم على هذا الموقع قريبا. والنماذج كمان، وتشوف نماذج لنقول الوكالات والعقود وهالأمور كلها سوا. يعني في أسئلة على كل الأجوبة اللي ممكن يطرحها المواطن صحيح. بموضوع كتاب العدل طبيعي. بدي كمل معك سيد عبدو، المبادرة اللي أطلقتوها شو نعم. طبيعة عملها بأي سجون؟ يعني إذا اليوم أنا سجين بهذه المبادرة كيف فيني استفيد من هذه المبادرة؟ نحن بلشنا هلأ حاليا ببيروت وبجبل لبنان، إنما التجاوب الكتاب العدل بجميع المناطق اللبنانية في حال طلب من أي كاتب عدل، يعني ولا يمكن أن يتلكأ أو أن يتردد في يعني تلبية الطلب وتنظيم الوكالة بأي سجن من سجون لبنان يعني. وفي حال وين ما بيكون في سجين، إذا قال لك الكاتب العدل لو فرضنا، لأنه نحن مبلشين هلأ حالياً مثل بجبل لبنان وببيروت، يعني في عندك سجن رومي المركزي وفي عندك السجون والنظرات بمنطقة بيروت. هون إذا قلنا لو فرضنا بزحلة أو بترابلس طلب هالطلب هيدا وكاتب عدل فوق تردد، يعطونا خبر بس لحتى نحن نغطي العملية. يعني نحن الحقيقة بالشمال بلشنا بهذا الموضوع والكل مرحبين، بس يفترض يكون بالصيغة أو بشكل مثل ما أطلقته يطلق بشمال كمان المبادرة ذاتها أو بالجنوب أو بزحلة، مشان يكون الكل كتاب العدل إن شاء الله قريب هذا الموضوع بشكل منظم. بس خليني بس وضح شغلي، نحن عنا بحكم القانون عنا الصلاحية المكانية. نعم. يعني أنا كاتب عدل جديدة اللي حق أني انتقل ضمن نطاقي على سجن رومي تنظم، غير كاتب عدل ممكن بأنطلياس أو بزلقة ما له حق ينتقل تينظم هالوكالة. نحن منشان هيك قررنا نحن والمرشدية أنه نعمل جدول بالكتاب العدل بالتنسيق طبعا مع المرشدية، والمرشدية بتبعت لنا موافقتها وهي بتأكد أنه هيدا شخص بحاجة للمساعدة، نحن مباشرة منبلش مساعدته. بس نخلص تنظيم المرحلتين بيروت وجبل لبنان رح نطلق حملة تانية للشمال والجنوب والبقاع كمان. نحن رح نجيب الوقت. إذن من المرجع القضائي المختص ومن وزارة العدل كمان، حتى كل كتاب العدل وين ما كانوا بهيدي المسألة بالتحديد يقدروا يشاركوا. لما بتجيب إذن قضائي أو إذن من وزارة العدل إنه أنا مستعد متطوع أني أقدم وكالات ببلاش للمساجين المعدمين بالسجون اللبنانية، بتقدر تقدم طلب إذا كنت كاتب عدل أنت بدك تقدم، ما فيها إشكال إطلاقا، وتعطى الإذن من أي مرجع مختص. بتصور الصلاحية المكانية هون ما بيعود إلى تنكسر. أي ما كنت جاي عمول اعتبار. أنا يعني الأشخاص اللي كنت تقول بعد اللي ما في ضمن نطاق دائرتهم سجن ما فينا نمنع حدا من المساعدة ونقول له أنت ما بتقدر تساعد بهالمجال هيدا. إذا في موافقة نيابة عامة ما في مشكلة. ايه. يعني النيابة العامة هي يعني اللي بتقرر. أنا كاتب عدل بدي ساعد بيقولوا لي ما قالك حق تساعد، هيدي ما صارت. طبعا يعني المرشدية هي لازم أو يفترض المرشدية وحضرتكم يتصير في اتصال مع النيابات العامة تحاول تنسيق هذا الموضوع صحيح. بالذات صحيح. لكن الفكرة وضحت. برجع بقول يعني السجين في حال مثل ما عم بفهم بده تتنظم له وكالة، يفترض يتصل بالمرشدية العامة للسجون صحيح. بخلال زياراته للسجن، والمرشدية بتقدر إذا هو أولوي وضعه بحاجة بتحول طلب لعند حضرتكم ويكلف الكاتب العدل اللي بده يطلع ينظم الوكالة صحيح. بهالطريقة يعني كيف يعني بتنقوا حضرتكم الكاتب العدل اللي هو يفترض أنه يطلع؟ فرضا بسجن رومي في عنا 50 كاتب عدل قادرين أنه هني يطلعوا، كيف بيتم اختيار هذا الكاتب؟ حتى المرشدية هي اللي بتنقي. يعني في جدول راح طلب لعند الأستاذ فلين، تاني مرة راح يروح لعند فلين وتكون مداورة. وحتى نحن ككتاب عدل ما بنسأل، نحن بكفينا أنه يجي الأمر من المرشدية نحن مننفذ.
الله يقويكم. كنا صباح حكينا معك زيراندا. إذا ركزوا على كاتب عدل واحد وشاف إنه أثقل وكاهل وبموضوع هذا بتصور الكتاب العدل مستعدين يساعدوا بعض. لا لا ما فيها مشكلة. لا يفترض بقى. كمان مثل ما عم تقول الأستاذ زيراندا إذا في مداورة بيكون بيمرق هذا وبتخف الأعباء بالتالي لما من كل مرة. ملنا كلها الأعباء تقيلة. ملنا أعباء تقيلة بعدين نحن اسمه صندوق التعاضد والتقاعد، نحن نتعاضد أيضا من أجل مساعدة الآخرين وليس من أجل مساعدة بعضنا البعض فقط. نحن بصندوق التعاضد بتصور انه فينا نوسع الهامش، فينا نوسع الهامش. اذا الكاتب العدل بده يقبض اجرته نحن كصندوق تعاضد مستعدين نغطي هالمصاريف هيدي للمرشدية. يعني هو بالإضافة للرسوم اللي حضرتكم حتتكبدوها من جيبكم الخاص من مالكم الخاص، كمان في انتقالكم على السجن اللي صحيح. هو حتتركوا المكاتب خاصتكم حتطلعوا على السجن، هذا بيكلف وقت وجهد تتركوا مكاتبكم، كمان هيدي مشكورين عليها. الله يخليك سيد زيراندا. كنا قبل الحلقة عم نحكي انه عندك افكار مشان الشبيبي الشباب والصبايا، شو بتحسي انه إضافة الى دورك كناشطة كنشطة مدني كمواطن شو لازم توضحي لنضوي عليهم للشباب؟ كان عندي اقتراح انه مثل ما صارت هالابواب المفتوحة بالقصر الجمهوري يصير ابواب مفتوحة بسجون، لانه هالشباب هيدا اللي بيوصل لعمر المراهقة وعم ينطلق تيروح نحو الجامعات عم يغرق بمتاهات، اما السرعة بقيادة السيارات او بالمخدرات اللي منتشرة بشكل رهيب، ويمكن لاول مرة بلبنان نوصل لهالحد الخطر بانتشار المخدرات. اليوم لما بيطلع شاب عمره 16 او 17 سنة على سجن رومي طبعا رح يأثر فيه هالمنظر. اساسا هو السجن بحد ذاته مخيف، كلمة ككلمة هي بحد ذاتها مخيفة، بس اذا مننتقل للواقع وحضرتك تعرف لان احنا بنطلع لفوق وبنشوف باي فقر وباي قلة اعتناء، وحالة السجن خاصة السجن المركزي وغيره بعد أسوأ بطرابلس وبالمناطق الحالة مرثية. لازم هالشاب يشوف، لازم تكون ما بدي أقول صفعة، خلي يعمل خلي يشوف إذا أنا فت بهالمتاهات لوين بوصل، وطبعا هيدي رح تكون لقله إنقاذ، لأنه مش ممكن نقول نتهم العيال بسوء التربية أو بالفقر هو اللي عم بيوصل، أو بالعكس الأسباب المتاحة اجتماعيا هلأ مع هالشباب وسهولة وصول الشيء مش مثل عقيمنا. يعني ممكن نحن ما كنا نتعرض لهالعروض اللي بتجيهم هلأ للشباب والسهولة بالمخدرات، صارت موجودة بكل مطعم وبكل جامعة وبكل كافيتيريا، صار كل شيء سهل. خليهم يشوفوا إذا نحن جربنا مش فتنا بهالنفق، إذا جربنا نحن وين منصير، وطلعتهم لفوق رح تكون الدرس قبل ما ينطلقوا على المجتمع. يعني بفضل إذا المدارس بتجي كل قبل آخر سنة تطلع هالشباب، ويكون بذات الوقت هن يأمنوا مساعدة لهالسجون وللمرشدية، مثل ما بنعمل حملة لصليب الأحمر وحملة لكاريتاس وما إلى هنالك من الجمعيات الخيرية، تكون هالحملة عينية يأمنوا تياب أو ما بعرف، في حاجة في فقر كتير كبير بسجن رومي أو ببدلات صغيرة للمرشدية، لأن كمان المرشدية عندها كتير مشاريع أنه تساعد هالسجنة شو ما كانت، إن كانت ماليا أو عينا بأمنوا المساعدة، والأهل طبعا رح يكونوا مبسوطين. وما في يقول انه هالدرس ما بيأثر عليهم. انا كنت محامية سابقا، اول مرة طلعت على سجن رومي بقيت اسبوع مريضة ما بعرف شو بني من هالشوك اللي بياكله الانسان بس يتفرج شو واقع الحال فوق. بتمنى هيدا انه ينشغل عليها بشكل كتير قوي، وتصير المدارس تطلع مداورة طبعا بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابات العامة للدخول الى السجن. يعني مثل ما بيتعرفوا على لبنان وعلى اماكن الاثرية والتاريخية وعلى تاريخ لبنان، يتعرفوا كمان على الواقع الأليم الموجود بمكان ما لحتى ما هني ما ينزلوا ويوصلوا عليه. هذه شغلة كتير مهمة انه يتضوا عليها للتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات، حتى يعني انه الجامعات هني اقرب لهال الخطر الانزلاق في هالمسألة. نحن المرشدين العامة للسجون صار عندها قرار من وزير التربية بتنظيم محاضرات ولقاءات بالمدارس والجامعات. نحن هيدا العمل عم نقوم فيه، عم نعمل جورنيه يوم كامل بنعرفهم على السجون، نشرح لهم بشكل نظري، والمرحلة الثانية بخلال النهار بتكون لما بيزوروا أحد السجون اللي هو بيكون قريب على المدارسهم بعد أكيد
موافقة النيابة العامة والاستصال على الإذن من المرجع المختصة، وعم نرجع نحكي عن نفس الشوك اللي حضرتك عم تحكي، عم يطلعوا من جوا حقيقة كتير مصدومين بالواقع اللي بفوق التصور اللي ممكن نخبر انه السجن وضعه الصحي، الوضع الغرف الاكتظاظ حيشوفوه بعينهم، وبالوقت ذاته بيكونوا حاملين بايدهم مساعدة للمساجين من ديترجون من تياب مثل ما قلتي بيقدروا يقدموها. هيدي منعودنا كمان على روح المساعدة والمبادرة. أستاذ عبدو بدي أختم معك، بدي أقول اللي بالشمال بالسجون أي متى منوعدهم أنه فعليا حيتكون هالمبادرة مشيت بشكل بأقرب وقت؟ فينا نعتبر من اليوم، يعني ابتداء من اليوم نحن مستعدين نغطي ماديا أي طلب ممكن يحصل، حتى لو الكاتب العدل بعد ما معه خبر أو بعده منه بصدد تقبل هذه الفكرة، وبتصور أنه مش مزبوط الحكي لأنه كل كتب العدل بالجو وكلهم معهم خبر ومستعدين أنه بأي وقت كان أنه يتقدم لهم طلب من هالنوع أنه يلبوا. فنحن راح نأمن الاتصال مع جميع الكتاب العدل بمنطقة الشمال، نعطيهم خبر أنه هالمشروع هيدا يشمل جميع المناطق اللبنانية، وسنطلق المشروع في الشمال بأقرب وقت ممكن وقت تسمح الظروف على الأرض. أحبائي نحن حلقتنا شرفت على النهاية، بدي أرجع أشكر مجددا الأستاذة رندا عبود الكاتب العدل في جديدي وناشطة بالمجتمع المدني، أستاذ عبدو رئيس الصندوق التعاضد والتقاعد بالكتاب العدل كمان بشكر مجددا، وإن شاء الله على ملتقى بلقاءات تاني نحن وإياكم. الله يقويكم. شكرا. الله يقويكم. يعطيكم العافية.